السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم فيديو كنز. كل الحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة ماركات مختلفة وكلها مناسبة جدا للعرايس. هنتكلم عن زيوت وعطور وبادي سبلاشات للجسم، جايبه لكم كمان حاجات رخيصة جدا يعني كلها تقدروا تجربوها. تقسيمات من نعومي، ذا بيوتي سيكريت، بي بيوتي، زهور الريف، عندكم ماركات متنوعة وأسعار مختلفة. كل ده في مكان واحد وبشحن واحد، يعني ممكن تجربي كل الماركات دي وتشتريها مع بعض في نفس المكان، وتقسيمات كلها أسعار قليلة جدا، تجربي كل حاجة. كالعادة هشرح لكم كل حاجة فيهم ريحتها ايه. هبتدي معاكم بسبب الاوردر والحاجة اللي انا اصلا اشتريتها وهي اللي جرتني ان انا اجرب كل التقسيمات دي. اميرة، العطر ده انا جربته في السعودية وانا كنت راجعة، وبنت وقفتني كده في المطار وقالت لي شم البرفيوم ده، كان رول كده، وريت لكم ساعتها صورته ونزلته، كان السنة اللي فاتت في رمضان. هبقى احط لكم الصورة اللي انا نزلتها في المنتدى، وقلت لكم ان لو حد يعرف حد بيبيع العطر ده هنا يقول لي، ومن ساعتها وانا بدور على جروب بيبيع اميرة. الحقيقة ان انا ما لقيتش اي حد بيبيع، حتى الناس اللي بيبيع نعومي ما كانوش عندهم اميرة، واللي كان عندهم كان عندهم بسعر خرافي الحقيقة على مستي يعني. طب اميرة دي عبارة عن ايه؟ اميرة دي عبارة عن مجموعة من الزهور معاها شوية فروتس صغيرة كده، ومعاهم احساس ليدي شيك جدا الصباحي، كأنك فراشة يعني. فكرة اميرة فعلا كأنك اميرة. بيبدأ بالحمضيات والفوانيا وانتعاش جميل جدا في الافتتاحية، افتتاحية كده برايت، وتحسي معاها بسعادة رهيبة كده، وترجعك فعلا لأيام زمان. وبعدين تحسي القلب ابتدى ياخد سكة كده الورد، وفي الآخر القاعدة عبارة عن باتشولي وخشب صندل. الحقيقة ان العطر ده القاعدة بتاعته فيها احساس بودري شيك كده، وكأنك بتشمي زهور فاكهية بودرية مسكية ناعمة. في احساس راقي كده في العطر، وفي احساس خشبي خفيف جدا جدا، فتحس العطر يلعب على اذواق كتير، وغالبا هو مرضي. ومن اكتر الحاجات اللي حصل عليها اتفاق في نعومي كلها هي العطر ده. العطر ده يا بنات من العطور اللي فعلا وانتي بتشميها بتحسي معاه ان انتي رايقه، يعني هو عطر خفيف وسهل جدا 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 ارتدائه. طب يبقى بالنسبه ان انتي ما بيعجبكيش العجب، واصلا اللي يعرفني يعرف ان انا شخص ما بنبهرش بحاجه، اللي يخليني امسك في العطر ده واقعد ادور عليه رغم سهولته، وكمان هو عطر صيفي. انتوا عارفين العطور الصيفي في الغالب بيبقى كلها كده ملمسه على بعض، تحسيهم كلهم عباره عن شويه حمضيات وزهور. العطر ده يلمس ذكرياتي حرفيا، العطر ده بيرجعني لايام الثانوي، لايام اعدادي، بيفكرني بايام الجامعه. ما تعرفوش هو جالي في اي مرحله من المراحل اللي كلها مذاكره دي، ولكن انا فاكره ان كان عندي عطر الريحه دي، وفاكره ان انا كنت بحبه جدا، وفاكره ان هو كان جايلي هديه. بس يا جماعه ملابسات الموضوع كله انا مش فاكراها، بس العطر ريحته ليها ذاكره فعلا فعلا. الذاكره الانفيه او الشميه اعلى كتير كتير من ذاكرة المخ العادية او ذاكرة الانسان اللي الزهايمر بياكلها. حتى رغم ان العطر ده مرضي لمعظم الاذواق، ولكن اللي هيحب العطر ده بجد هو الناس اللي بتحب الفوانيا وبتحب الزهور المائية، الزهور البنكية المائية الفريش دي اللي بتدي احساس منعش. ذكر الزهور برضو من الحاجات المميزة في نعومي هو فليرتي، والعطر ده عبارة عن زهور بيضة زي ما مكتوب عليه. بس الحقيقة ان العطر ده اتقل من فكرة ان هو زهور بيضة. العطر ده عبارة عن زهور بيضة دسمة وفيها حتة كده تقيلة مليان تونكة. من اول ما شميته انا شبهته بحاجة معينة، ومن اول ما شميته انا عرفت ان هو فيه تونكة من غير حتى ما اقرأ مكوناته. يعني انا اول ما شميته بس عرفت ان هو ريحة دافية شتوي تقيلة راقية كده، ومحتاجة ذوق معين، ومحتاجة هدوء، وعايزة حد كده لابس حاجة تقيلة. يعني تحس العطر كده ليه جو، يعني مش عطر خفيف خالص، مش زهور بيضة اللي هي فل وياسمين، لأ هي زهور راقية وتقيلة. يا جماعة بيشبه هيبة جدا. انا كلمتكم كتير عن هيبة وقتلتها بحسن معاكم، قلتلكوا قد ايه هي ريحتها شتوية ودافية، وريحة التونكة او تحسها فيها عاملة زي ريحة الشوكليت، طبعا فيها كراميل زيادة على ريحة الزهور البيضة. وقلتلكوا قد ايه هي بتشبه جود جيرل فيلفيت فيتال، وقلتلكوا قد ايه برضو هي بتشبه ليدي مليون فابلس، وقارنتهم لكم مع بعض. فتخيلوا كل ده لما يبقى في ميست زي فليرتي تقدري تحصلي عليه بسهولة. طبعا دلوقتي هبه معرفش مبقتش بتنزل او بقت غاليه معرفش، بس فليرتي ممكن يغنيكي. طبعا تقدري تجربي تقسيمه من فليرتي بتمن زهيد يعني. وبما ان هو بيشبه هبه فانا اقدر اقولك بمنتهى الاريحيه ان هو يعتبر بديل
لجود جيرل بالفيديو تال، وكمان بديل لليدي مليون فابلوس. طبعا هو دسم وتقيل شتوي يعني، لان كمان في حاجه بتشبه الكراميل، والكراميل اللي فيه دوت هو اللي مديله الدسامه مع ريحه التونكه زي اللي موجوده في هبه بالظبط. هو تحسي كده عباره عن شويه زهور كريميه تقيله. بعدين بقى هكلمكم عن العطر الراقي جدا، وهو نعومي دانتل امور. دانتل امور ده العطر ده انا اول ما شميته بصوا هو ريحته بتفكرني بحاجة أنا عارفاها، عبارة عن زهور مسكية خشبية. ده ريحته شبه برفيوم راقي. ده بديل للعطر بتاع نارسيسو رودريجيز اللي هو فلير ماسك. قلتلكوا عليه قبل كده ان هو حد شوية من ريحة نارسيسو رودريجيز العادي اللي هو البينك والاسود. الفوشيا ده نفس لون الازازة ده بيشبه برضو بيرسيف اويسز ايفون. فاكرين انا شبهتهم لكم ببعض جدا؟ فاكرين انا اصلا وصفي كان للبرفيوم ده ايه؟ كانك ماشيه في حديقه مرويه، حرفيا كانك بتشمي ريحه العشب وهو مليان ميه، مرشوش عليه ميه نجيله كده زي ما بيقولوا. هو العطر ده كده ريحته كلين نظيفه فريش خضره مسكيه. الزهور اللي فيها حته كده شويه ممكن تكون حاده، ولكنك شم العطر او شم الزهور بأغصانها بورقها الأخضر. نفس الكلام ده موجود في نعومي اللي هو دانتيل أمور، بس دانتيل أمور ريحته مختلفة. في ايه مختلفة؟ ان هي فيها حتة سنة فاكهية شوية، يعني شوية صغننة، يعني هتحسي بس ان هو ممكن تكون ريحته مسكرة سنة بسيطة عن ريحة بيرسيف اويس اللي بطلت تنزل، وفي ناس كتير جدا بتدور عليها على فكرة. ممكن تجيب العطر ده بيشبهها جدا من نعومي. كمان هو هيكون بديل كويس جدا لنارسيسو رودريجيز اللي هي فلير ماسك، لان هما فعلا بيشبهوا بعض. كان من وجهة نظري نعومي انعم بكتير، تتقبل اسهل بكتير. ريحة المسك فيها احلى، ريحة الزهور فيها مش حادة، فيها حتة مسكرة بسيط. انا شايفة ان نعومي افضل، يعني ريحة دانتيل امور احلى من الاتنين التانيين. ده كان لاين في نعومي. هكلمكم بقى عن اللاين التاني اللي هو واخد ضجة اكبر، وهو ذا سيكريت روم اللي هو خاص بغرف النوم. العطر ده المفروض ان هو نمبر 1. هم عندهم 4، في نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 ونمبر 4. هكلمكم الاول عن نمبر 1. ده عطر يا بنات برضو زهور، وعلى فكرة معظم عطور نعومي ده اللي انا خدت بالي منه ان هي معظمها بتحاكي الزهور اكتر. زي ما قلت لكم هي بتعامل للناس او موجهه للناس المتزوجات، ففي الغالب هي موجهه لسن فوق 20 سنه، فهتلاقيها معظم عطورها كلها زهور. انهم بقى من اول ما شميته هو فكرني على طول على طول على طول بإليان. من اول ما شميته ريحته عباره عن زهور كريميه بيضه جدا، ولكنها تقيله تقيله، بس مش زي هبه او زي فليرتي. التقل بتاع العطر ورايح ناحيه خشبيه شويه، ناحيه شرقي شويه، تحس العطر ده فيه عنبر، فريحته شويه كده ارسى كمان من ريحه هيبه. وتنفع بقى صيف وشتاء، بس هي ريحه تقيله خشبيه، ريحه الياسمين اللي موجود بالظبط في إليان. الياسمين اللي بعض الناس بتشمه ريحه دوائيه او شبه رذاذ الحشرات والحاجات دي، في ناس كتير بتشمه بالريحه دي، ولكن ده لا يعني ان في ناس كتير بتحبه وشايفاه ريحه يعني مثيرة جدا وجذابة جدا. اللي الحقيقة انا ما حبيتهوش ابدا، وان كنت قارنته بإليان اللي عندي اللي هي الحمراء اللي هي إليان فيوجن. والحقيقة ان إليان الحمراء دي احلى منه بكتير، واصلا احلى من ريحة إليان اللي هي الموف اللي متعارف عليها الاوريجينال. انا بصراحة بحبها اكتر منهم، بحسها كده يعني دي اللي تستاهل الضجة اللي معمولة على إليان الاوريجينال. الياسمين في إليان مش كل الناس بتحبه، مش كل الناس تقدر تقبله. انا عن نفسي محبتوش، ومحبتش قوي ان وان اللي جيتوا الحق يعني. ولكن لو انت من محبين ريحة إليان، لو من محبين ريحة الياسمين، حبيتي ريحة ساكرفايز من اجمل، هتحبي العطر ده جدا، هتدمنيه. برضو شوية لو حبيتي انيجما ممكن تحبي العطر ده، ولكن انا برضو شايفة انيجما احلى. هو ده بيشبه قوي 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 إليان، يعني ده بالنسبة لي دوب رائع لإليان. لو حد عايز يجيب دوب ليها يكون مست ويكون ريحته كويسة وبيقعد كتير. طبعا انا شارية تقسيمة صغيرة 10 ملي، بس هي البنت مشكورة بقى بعتتها لي في الازازة عشان اقدر اعرض لكم الازازة واوريكم شكلها. والحمد لله ان انا جربتها تقسيمة، عشان انا ما كنتش ناوية ان انا اجيب الكم ده طبعا من ريحة انا مش عارفاها وملهاش وصف كتير على النت او حاجة،
ولكن العطر ده زي ما قلت لكم هو بيتعمل ان هو عطر مثير وعطر جذاب. نروح بقى لنمبر 2، وهنا هكلمك عن عطر شيك وجميل جدا، يمكن ده احلى واحد اصلا عجبني في اللاين بتاع غرف النوم ده كله. العطر ده ريحته ايه بقى؟ ريحته بونبوني، هو ريحته مسكره بس مش سكريه تجزع، ريحته عامله زي ريحه البونبوني كده، تحس انتي بتشمي ريحه مكرمله، ريحه خفيفه ناعمه وشيك وجميله جدا. بيشبه طبعا بونبون فيكتور اندرولف، ولكن انا طبعا عشان ما عنديش بونبون دلوقتي، انا كان عندي البديل بتاعها اللي هو جولد راش من باريس هيلتون، بيشبه طبعا بونبون، والاثنين بيشبهوا برضو امبر رومانس بتاع فيكتوريا سيكريت. فلو انتي حبيتي امبر رومانس بتاع فيكتوريا سيكريت، لو حبيتي بروش بتاع دورار كوليكشن، لو حبيتي ريحه بونبون بتاع فيكتور اندرولف، لو حبيتي جولد راش ديت، لو حبيتي مي بتاعه ماي واي، هتحبي العطر ده جدا، وهو احلى كمان منهم كلهم. بعدين بقى اكلمكم على النسري، ودي ريحه ورد بلد، دي برضو جبت منها تقسيمه صغننه خالص، كانت مخاطره برضو لان ريحتها ما كانتش مفهومه، مش شبه حاجه، حتى لما جربتها هي ريحتها مش شبه حاجه، هي بالظبط ريحتها كانك بتشمي ريحه ورده بلدي بس اوشكت على الدبلان، يعني عارفه قربت تدبل كده. ريحتها بقى وريحه الميه بتاعتها، ريحه الاكسده البسيطه اللي موجوده في ريحه البتلات بتاعتها وهي بتغمق، ريحه الغصن بتاعها الاخضر لما بيبتدي يدبل شويه، هي اول ما بترشيها ريحتها بتبقى حاده، وريحه الخضار ده فيها قوي كده، وفي ريحه الميه باينه فيه، وبعدين شويه بتلاقي ريحتها نعمت وحلوت كده، وبقت ريحه ورده بلدي جميله. اللي بتحب ريحه الورد البلدي وعايزه تحسي كده ان هي ماسكه بوكيه ورد احمر في ايديها، هتحب الريحه دي. لو حد بقى من اللي هم عشاق الروائح الزهريه هيعجبها برضو العطر ده جدا، هو عطر شيك زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا هي الازازه مرهقه حبه، ولكن هو الازازه شكلها حلو لما بتبقى جديده. يعني الثلاثه اللي انا جربتهم، في بقى الان 4 والحقيقه دي ما جربتهاش خالص لانها عود شرقي تقيل، وهي اصلا يعني مش ذوقي، فما حاولتش ان انا اجرب منها تقسيم. ده حاجات من فيكتوريا سيكريت المقاطعه تقسيم كمان، فقلت لازم اجرب وورم كوزي، ناس كتير قالت لي عليها ان هي ريحتها حلوه وريحتها كوكونات كريمي وفانيليا ودافيه وجميله وريحتها كوزي كده زي اسمها، بس الحقيقه ان العطر ده بحسسني ان انا شامه بالظبط بالظبط باشون نوار، يعني هي شبه كوكونات باشون نوار بتاعت فيكتوريا سيكريت، فانا عندي المس ده اصلا. الحقيقه هي التقسيمه بالنسبه لي كانت يعني مجرد تكرار للريحه، ما حسيتهمش مختلفين، وان كان كوكونات باشون نوار ريحته اقوى اقوى كتير من وورم كوزي، ممكن وورم كوزي يكون ريحتها اخف منه، بس ثباتها فعلا فعلا بيطير في ثواني، يعني انت ما بتلحقيش اصلا تستمتعي بالريحه او تقعد معاكي شويه لدرجه ان انت تستمتعي بجمالها. انا بحب كوكونات باشون نوار بالعكس، ده بيقعد معايا اكتر، فلو لقيتيه عند حد تقسيم او لقيتيه عند حد بيبيع حاجات فيكتوريا سيكريت القديمه جربيه، ثباته كويس. عموما هي عباره عن كوكونات مكرمل كده مع شويه فانيليا، بس ما فيهاش اي افتكاسه. يعني اللي بجد بقى كان نفسي اجربه هو فيري سكسي نايت من فيكتوريا سيكريت، وده انا قررت ان انا هجيب منه، مش تقسيم لا، ده انا هجيب منه بوتل كامله، ولو لقيت البوتل الكبيره دي هجيبها، بس برضو من حد يكون تبع المقاطعه ويكون موفرها من قبل كده. العطر ده ريحته شيك جدا، اولا هو ريحته تحسيها رجالي بس تنفع يوني سكس، يعني تحسي ان انت بتشم ريحه راقيه شيك. ريحته بقى فيها ايه؟ فيها الحاجه اللي انا بموت فيها، هو البرقوق والتفاح واخشاب. ريحه البرقوق هنا اكتر ريحه اصلا جذبتني، لان انا بحب ريحه البرقوق في العطور جدا، ودايما بحسها فعلا ريحه جذابه ومثيره وتستحق تاخد شهره اكتر من ريحه الرمان بكتير اللي الناس كلها بتحبها. ريحه البرقوق مديه العطر ده غموض وتحسيه دارك كده زي لونه، وفي نفس الوقت التفاح مخليه شويه منعش بس مش حاد مش لاذع، لان البرقوق مسيطر سكريته مسيطره مع لمسه خشبيه، فالعطر جميل جدا لو انتي بتحبي الذوق اللي هو الناس اللي بتميل للعطور اليوني ساكس. انا شايفاه مميز جدا لو واحده جابته لجوزها، يعني تحفه لو هي جابته وحطته هي وهو، يعني عارفين موفر كده، كمان ثباته كويس جدا بالنسبه لسعره وبالنسبه لحاجات فيكتوريا سيكريت اللي مشهوره بعدم ثباتيتها. فانا شايفاه بصراحه من العطور اللي فعلا جذابه عند فيكتوريا سيكريت. فقد خلص التقسيم بتاعه عندها. انا كلمتكم عن تجربتي مع نعومي ومع كمان المستين بتاع فيكتوريا سيكريت اللي كنت متحفزه ان انا اجربهم. هكلمكم بقى عن براند تاني من
الماركات التركية تعتبر بديلة للمستات بس اند باديوم من عومي وكده، وبرضو عطورها يعني لذيذة. كلمكم انا جربت ثلاثة من بي بيوتي، دي ماركة تركية بتعمل مستات جودتها كويسة جدا، ما بتحرقش، ما فيهاش ريحة كحول، امنة جدا على الجلد، ريحتها كويسة جدا. اول واحد هكلمكم عنه اللي هو البرونز ده، ده هحط لكم صورته هنا. ده ريحته ايه؟ عارفين كأنك بترشي ريحة مانجا على كوكونات على ريحة أخشاب، وفي الآخر معاهم بتهدى على ريحة فانيليا. فهو ريحته بالظبط فكرتني فام بتاع باكورابان، ويعتبر دوب لذيذ جدا ليه، عجبني جدا. طبعا انا كنت قلت لكم قبل كده ان هو بيشبه برضو يارا، ولكن يارا طبعا ريحة المانجا اقوى فيها وريحة بودرية وكده، ده ملهوش بديل دايركت غير ده. يعني اقرب حاجة انا شميتها ليه المست ده من بي بيوتي، ريحة الزهور البيضاء ونفس ريحة الفاكهة. يعني انا قلت لكم في العطر ده اول ما شميته كنت متخيلة ان الفاكهة هتبقى قوية زي اللي موجودة في يارا، اللي في يارا ريحة المانجا اقوى بكتير، واول ما بترشيها بتشميها باينة جدا، وتحس ان انت بتشمي كأنك بتشمي قشر المانجا، كمان ريحتها باينة قوية، وبعدين بتهدى على ريحة صابونية كده وريحة بودرية قوية برضو. لكن في فيم كانت ريحة الزهور غالبة على ريحة المانجا او ريحة الفاكهة اللي فيها. نفس الفكرة موجودة في العطر بتاع برونز ده، الزهور البيضة وريحة الياسمين باينة فيه اكتر شوية من ريحة الفاكهة. هو طبعا فيه لمسة من الكوكونات، وفيه لمسة كده من اول ما بترشيه كأنه فيه مانجا، فبتحسي ريحتهم في البداية او في الافتتاحية ممكن تبقى مختلفة، ولكن الهدوء بتاع الاتنين بيشبه بعض كتير. يعني اقرب حاجة ممكن اكون شميتها لفام من المستات. بعدين بقى هكلمكم على شير لاف من بي بيوتي. العطر ده اول ما بترشيه انت بتشمي نفس العطر بتاع سكادا تركواز، لو تعرفوه العطر ده كان موجود فترة ما بس هو دلوقتي يعني مش موجود، وحتى لو لقيتوه هتلاقوه اوتليت بس، وممكن تلاقوه تركيب مشهور جدا في حاجة التركيب. هو عبارة عن كيل من الفواكه، شوية فراولة على اناناس على مانجا على تفاح على كله، تحس ان انتي اتضربتي في الخلاط، معاهم ريحة كده لاكتونية كأنها فيها ريحة لبن. العطر ده بيشبه بالظبط بالظبط العطر بتاع سكادا تركواز، بقى مناسب للبنات في اي سن، يعني حتى سن المراهقة واقل كمان. بعدين بقى فلورال دريمز، والعطر ده ريحته عاملة ازاي؟ ده بقى بنات ريحة رايقة خفيفة جدا. عارفين بودرة الاطفال؟ العطر ده عامل زي بودرة الاطفال بس على الزهور، ومعاهم ريحة بنفسج، فكرتني قوي 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 بفلاور باي كينزو. كنت قبل كده جبت لها بديل من شركة ان بي وكلمتكم عنه، وكان سبراي، كان جالي هدية، كانت ريحته شبهها جدا، ريحة بودرة الاطفال الناعمة المسكرة، ريحة البنفسج الهادي ده مش باين قوي بس ريحته باينة، يعني تلمحيه بس مش مسيطر. كم من عوم في المست ده مش طبيعي، كأنك بتشمي بيبي لسه مولود، ريحته تجنن. بعدين بقى عايزه اكلمكم على الزيوت اللي جربتها من زهور الريف وبيوتي سيكريت. هبتدي معاكم باول واحد من بيوتي سيكريت، وده كان الوحيد اللي هي قالت لي هيعجبك جدا، ده اسمه برايد تو كراميل وفانيليا ومسك، ريحه كثيفه مسكره دافيه. هو الزيت بتاع شوكو ماسك بيشبهه جدا، كنت كلمتكم زمان على زيت كده كراميل كنت جربته، وقلت لكم انه بيشبه شوكو ماسك، وقلت لكم ان انا بحطه على البيبي اويل وبحطه على اللوشانات بتاعتي، وبغير بيه روايح كتير وبستخدمه لوحده وبحطه على شعري، وكذا حد سألني جايباه منين. بدل ما تدوره كتير، هو ريحة برايد بتاعت بيوتي سيكريت جدا، خاصة ان الزيت بتاع بيوتي سيكريت جيد جدا، جودته عالية، زيت نقي، تقدر ان انت تحطيه على اماكن النبض وعلى جسمك وانت مرتاحة، وريحة المسك اللي فيه مش طاغية ومش ريحة صابونية ولا باينة كده زي مثلا مسك التوفي او الحاجات اللي هي ممكن تكون ريحتها مسك وكراميل مع بعض، لا هنا ريحته نقية جدا، ريحته تحسي فيها بونبوني بجد، كأنك بتشمي ريحة توفي خفيفة كده وجميلة. كمان ثباته كويس، مش اعلى حاجه، فوحانه مش عالي عشان بس تبقوا فاهمين. اللي اعلى منه بقى الزيوت بتاعت زهور الريف، انا جربت منهم اربعه. هبتدي معاكم ببي هابي. بي هابي بقى ده انا ريحته جننتني من اول ما شميتها، انا عارفه ان ريحته انا عارفاها عندي زيها بس ما كنتش قادره افتكرها. العطر ده ريحته شبه اسكادا مون سباركل جدا، ريحه بقى كده سباركل زي ريحته كده وزي اسمه.
ريحة تحسيها وانتي بتشميها انك مبسوطة وسعيدة وبتبرقي شاين كده في المكان، ريحته مبهجة بشكل مش طبيعي وفواح جدا. اكتر واحد فيهم حسيته فواح في الزيوت بتاع زهور الريف الاربعة اللي جربتهم، عن فواكه مسكرة مع شوية زهور. ريحته بقى ايه، اول ما شميته اكتر حاجة كانت باينة فيه بالنسبة لي ريحة تفاح احمر، ريحة كده برايت فواحة. الاول جه في دماغي ريحة سو سيكسي بتاعت فيكتوريا سيكريت، بس لا، هنا الريحة مش لاذعة، ريحة التفاح هنا مش لاذعة، ريحة التفاح مسكر وتحسي كأن معاها فراولة خفيفة كده، تاتش زهور وتاتش حمضيات. هو ريحة بصوا ممتازة، ما تفوتوهاش. لو هتجربوا حاجة من زيوت الريف جربوا الريحة دي، ريحتها جميلة جدا. اولا فواحة، لما بتحطيها على الجلد فواحة جدا، اكتر نوع فيهم كان فواح معايا ثباته كويس جدا، وريحته حلوة قوي في الشعر، ريحته جميلة في الشعر. خلينا اكلمكم عن باشن امبر، وده بصراحة ما حسيتش ان هو شبه حاجة بعينها، بس هو فكرني بأميرة جدا. ريحة زهور خفيفة منعشة فريش كده، وفي نفس الوقت مسكرة فيها نوع من انواع الفاكهة، فكرني بأميرة. هو مختلف عنها، مش نفس الريحة بالظبط، بس الناس اللي بتحب الزهور المائية الخفيفة المسكرة على خفيف جدا اللي معاها لمسة نظافة ومعاها احساس بودري، باشون امبر برضو في نفس الاتجاه العطري هيعجبك جدا كزيت عطري. هي انا بحب الروايح الخفيفة المنعشة الفريش اللي هي الفاكهية الحلوة دي للشعر اكتر، كمان لما بتحطيها في الشعر او بتدعكي بيها ايدك كده يعني بتحطيها في شعرك او على الاطراف بتخلي ريحة الشعر حلوة جدا وبتثبت في الشعر. انا هكلمكم عن انذر لاف، وانذر لاف ريحته بقى غريبة شوية. ريحته في البداية فيها ريحة حادة سنة او ريحة زهرية شوية باينة، وبعدين بتحسي ان هو بيهدأ، او كل ما الزيت بيقعد على جسمك وبيتفاعل مع سخونية جسمك بيبتدي ان هو يبان فيه نوتة كده مسكرة زي الفانيليا. الغريبة في الزيوت العطرية دي انها بتتدرج، وده حقيقي يعني، انا في الغالب ما بشوفش زيوت عطرية بتتدرج، بس الزيوت اللي هي زهور الريف ريحتها بتتدرج. الريحة بتاعته لما بتهدأ بتقلب على ريحة زهور بيضة مع ريحة فانيليا، بس العطر ده اصلا ريحته اول ما شمتها فكرتني بريحة شوبارد هابي، ده الزهور بتاعته فيها لمسة كده حادة شوية. غريبة بقى ان كل ما بيقعد العطر ده بيروح على ريحة روعة المسك جدا، اللي عارف ريحة روعة المسك مش محتاجة اقول لكم هي ريحة مطهرات بالنسبة لي اصلا، بس كل ما بيقعد ريحته بتبقى عبارة عن مسك وورد وشوية فانيليا شوية، بس ريحة الورد طبعا بيبقى باين مع ريحة المسك اكتر، وفيها حتة بقى كده حادة شوية بتدي احساس كده زي المعقمات شوية. رغم ان هو في البداية ريحته بتبقى اهدى بكتير وريحته بتبقى مسكرة اكتر، مش عارفة التويست اللي بيحصل له ده بينقل على ريحة مسكية او ريحة نظافة اكتر بكتير، مش عارفة بتحصل له ازاي بصراحة. بعدين بقى هكلمكم على اخر واحد، هو سويت دريمز. بقى مختلف تماما تماما عنهم، ليه؟ لان ده ريحته ريحة خام شوية، يعني ده ريحته مش هتحسي شبه برفيوم، هي هتحسي كأنك عندك وردة حمراء دبلانة ومجففها في كتاب، عارفين الاحساس ده؟ هو ده ريحة زيت الورد الاحمر الطبيعي. الغريبة بقى ان ده ثباته رهيب جدا. اولا انا كان عندي زيت طبيعي احمر اللي هو زيت الورد ده اللي بتحطوه على الخلطات وكده، هو بيساعد على التفتيح وكده، فكنت جايباه، ولما شميت الزيت ده انا حسيت ان انا شامه ريحة الزيت الورد اللي عندي، ريحته في البداية حتى، وبعدين ريحته بتظهر كأنها ريحة زيت زيت حرفيا زي زيت الشعر كده، فهو عامل زي ريحة الزيت الخام، ومعايا بقى لمسة من الورد كده، تحس ان انت كأنك شامة ريحة الوردة الطبيعية اللي دبلانة في كتاب زي ما احنا بنقول. فهو ريحته شوية غريبة، مش اي حد يحبها، لازم يكون حد بيحب الزيوت او اللي هي الطبيعية، ريحة الزيوت الطبيعية، او بيحب ريحة الورد البلدي الطبيعي بس وهو دبلاني. في ناس بتحب ريحة فعلا الورد المجفف ده. هو ريحته غريبة شوية عليا، او استغربت ان هي ممكن تكون في زيت عطري، بس لما رجعت فكرت كده هو زيت عطري خام، في ناس ممكن تخففه على فكرة، في ناس ممكن تحط عليه كحول وتعمل منه برفيوم، في ناس ممكن تحطه في البيبي اويل تعطر بيه جسمها، في ناس ممكن تحطه على زيت شعر وتعطر بيه شعرها، في ناس تانية ممكن تحطه في الفواحات بتاعت اللي هي الفواحة اللي بتبقى عبارة عن شمعة من تحت او حاجة بتسخن وفوق فيه طبق كده وبتحطي فيه شوية من الزيت وشوية من المية، فهو لما الزيت بيسخن من الشمعة اللي تحت دي بقى ريحته تفوح وتملى المكان. طبعا الزيوت التقيلة دي لما بتتخفف بتبقى احلى كتير، فطبعا انا مقدرش احكم عليه وهو تقيل كده.
كلمة حق بقى تتقال ان زيوت زهور الريف من احلى الزيوت العطرية اللي انا جربتها مؤخرا، وغربة مني بصراحة ازاي ما جربتهاش كل ده. اما بقى بالنسبة لنعومي فانا عايزة اقول لكم سر تميزها او غلوها. اولا ان نعومي ماركة ما بتنزلش غير في السعودية، هي حصري في السعودية اصلا، هي تبع السعودية حتى لو مكتوب عليها صنع في فرنسا فده مجرد بس صناعة، لكن هي اصلا مقرها في السعودية وملهاش مقرات في اي حتة تانية وملهاش فروع في اي مكان تاني، وهي اصلا ماركة سعودية فكل حاجة بتنزل عليها عروضها ضيقة قليلة، فعشان كده ما بينزلش عليها عروض كتير وعشان كده سعرها غالي. كمان المميز في نعومي ان هي ما بتتربش كتير، مش مهلوكة في السوق بشكل كبير. كمان من المميزات بتاعت نعومي، سيبكوا بقى من فكرة ان هي فرمونات ومش ملهاش علاقة هي بالكلام ده، هي عادية جدا، بس هي المستات بتاعتها موجهة لفئة معينة او بتصطاد عامة سن معين، فالسن ده هي بتنزله الكاتيجوري المناسبة ليه، اللي هي الزهور العقلة ريحة العطور اللي فعلا تعتبر ناضجة وفي نفس الوقت جذابة، فبالتالي عطورها او المستات بتاعتها عبارة عن بدايل لعطور غالية، لانها من الاخر كده مش مستات خفيفة وفواكه ومش بتلعب على الجانب المراهقات ولا السن الصغير، فهي محتاجة ان هي تتعامل بقى ان هي بتقدم لك عطور، يعني انت بتحطي المست بتاعتها تحس انت حاطة عطر فخم. عيوبها بالنسبة لي الباكج بتاعها مش احلى حاجة بصراحة، بالنسبة لي برضو الحجم بتاعها اقل كتير من فيكتوريا سيكريت و بس اند بادي، وان كانوا هما مقاطعه وهي مش مقاطعه دلوقتي، بس برضو الحجم والسعر مش راكبين على بعض، عاملين زي الصوت والصوره كده مش راكبين على بعض. بقى اللي يشتري نعومي مش العرايس بس، لا هو اي واحده نفسها تحط ميست دايركت كده على بشرتها وعلى جلدها من غير ما تبقى متحسسه منه، من غير ما يبقى ريحته كحول وتضايقها، من غير ما تحس ان هي حاطه حاجه توتي فروتي رخيصه كده وريحتها زي الحاجات اللي هي السبلاشات العادية، وانها تحط حاجة متعطرة ريحتها فعلا ريحة فخمة وريحة زي ريحة البرفيومز بالظبط، هي اللي تروح لنعومي. واكتر الناس اللي هتلاقوها بتميل لنعومي هي الناس اللي بتحب الزهور وبتحب الزهور المعقولة المعتدلة، يعني اللي ريحتها فعلا فخمة. ما قلتلكوا تقدروا تلاقوا اللينك بتاع صاحبة الجروب اللي بتبيع كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها تقسيم، كمان عندها حاجات اماراتي تقدروا ان انتوا تجربوا بقى كل حاجة، يعني ميزانية قليلة جدا تقدري تجربي اكتر من ماركة، سواء بقى تركي سواء مصري، كمان عندها حاجات من ايفر بيوتي، عندها فرايتي في الانواع، يعني عندها تقسيمات بتوصل لعشرين جنيه، حتى الزيوت العطرية اللي ما بتتقسمش هي بتقسمها، تقدري تشتريها كاملة وتقدري تشتري كمية بالازازة، تقدري تشتري تقسيم، فهي عندها فرايتي لكل الميزانيات كمان والانواع، عندها حاجات كتير بصراحه جميله، حتى العطور العربيه اللي انت كنت بتسالوا عليها بتاع ابراهيم الكرشي ودخون، كل خيرات السعوديه وعطور السعوديه هتلاقوها ان شاء الله موجوده عندها. ادخلوا عندها وقولوا لها ان انتوا جايين من قناه هبه طارق، وان شاء الله تعمل معاكم واجب حلو. وبس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، ومع السلامه.